تقديم سلام عرفتها صائفة 2024. رهيب لقضايا متعلقة بالمضى اليوم راهي يعني حاضرة. وعندما نقف أو نتكلم عن الاستراتيجية المدنية والغابات لماذا؟ كما تفضلوا زملاء المخدر الذي يعطيه 30 أو 33 سنة باختلاف ما يخص هذا عملية الإنقاذ حالة الوفيات هذه السنة وبار كوانسيدونس رقم الغرق هذه السنة ونصف رقم الغرق السنة الماضية 214 حالة غرق منها 131 عبر الشواطئ الممنوعة للسباحة وهي أكثر أماكن سجلت فيها حالة الوفيات يقابلها بما يخص 83 في الشواطئ المسموحة للسباحة منها 36 حالة خارج أوقات الحراسة اللي هو نظام العمل للحماية المدنية من 9 صباحا إلى 7 مساء. ضف إلى ذلك خلال أوقات الحراسة كانت هناك 47 حالة. عينت وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة 56,337 قضية تتعلق بالمساس بالنظام العام، 9,083 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص، 9,056 قضية تتعلق بجرائم المساس بالبيئة، 7,034 قضية تتعلق بجرائم النصب والاحتيال، 5,617 قضية تتعلق بجرائم المساس بالممتلكات، 4,187 قضية تتعلق بالمساس بالأمن العمومي، و 3,061 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات التبغ والمشروبات الكحولية. الحصيلة التي سجلتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال موسم الاصطياف فيما يخص حوادث المرور سجلنا 4,824 حادث أدى إلى 6,039 جريح و 227 حالة وفاة. أهم النشاطات التي رهنت وتراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال السلامة المرورية، إذا هناك ثلاث عوامل: إجراءات قبلية، آنية وبعدية. هذه الإجراءات هي تخص لأولئك الذين لا يتقيدون بقواعد السلامة المرورية، حيث تم تحرير ما يفوق 22,919 جنحة مرورية كحصيلة مبدئية لمكافحة حرائق الغابات لموسم 2024. المساحة الإجمالية التي سجلناها حتى 7 من أكتوبر هي 3,314 هكتار فقط، تتوزع على عدد البؤر 666 بؤرة مسجلة لحد الساعة.